سواء تكون رجاوي ولا ودادي ولا جزائري ولا مغربي، إذا ما فاز أحد الأندية يعني سواء كان في الجزائر ولا في المغرب بأحد الألقاب في هذه المنطقة، ما علينا غير نهنئوه بكل روح رياضية وباحترافية كبيرة من أجل أن نظهر للعالم أنه إحنا عندنا فكر كروي كبير بزاف وعندنا روح رياضية كبيرة بزاف. اليوم راح نشوفوا جماهير الوداد بعد التتويج بلقب البطولة، درع البطولة، بعد كل ما قيل وقال حول هذا النادي، بعد كل الظلم اللي تعرضوا في الكاف في كأس تشامبيونز ليج، نهائي تشامبيونز ليج، يعني توج باللقب، وهذا اللقب كضمادات بسيطة على جرح الظلم، ونتمناو إن شاء الله يا ربي الإنصاف في المستقبل القريب إن شاء الله. سو يلا نشوفوا هذا الجماهير، يعني اللي بعث لي هذا الفيديو قال لي جماهير بصوت واحد وبشكل كبير مقارنة مع ملعب رادس في تونس حينما كان عدد الجماهير قليل نوعا ما، هذا شيء طبيعي. ولا خارج ولا في الديار، نشوفوا في دونور ملعب كازابلونكا الجماهير يعني تهتف بصوت واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. شوف 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 والله اوديري راك في هذاك الدوري الياباني، ولا شوف هذاك الجماهير تنظيم كبير بزاف، كل شيء بصوت واحد. هذه الأغنية تضرب بزاف عند الوداديين، انا راح سمعتها غير صور رايها والله الهلال هذي. هذه يعني تعطيك دروس يا مشجع خليجي، دروس في التشجيع، باسكو صراحة يعني تسيب جماهير تاع كرة القدم تاعنا في الشمال، في شمال افريقيا، يعني تشجع 90 دقيقة دون توقف سون زاري، وهذو تحديات يديروهم في كل المباريات بصراحة. يعني جماهير هايلة والله تغيرك، صور راقية جدا صراحة، صور جدا راقية. ما كان لي بوكا جونيور، ما كان لي دوري الأرجنتيني، ما كان لي الدوري الياباني، كاين دوري المغربي ونادي الوداد، جماهير الوداد، جماهير الوداد نشبههم بجماهير اتحاد العاصمة. برغم انه انا ما شجعش اتحاد العاصمه، برغم انا ما نبغيش اتحاد العاصمه تدي البطولات تفوز بالالقاب، الا اني نعترف بواحد الشيء، نعترف بانه جماهير اتحاد العاصمه يعني جماهير راقيه جدا في تشجيعها، في اداء اهالي الاغاني، في الاغاني اللي تغنيها في كل مره، يعني سواء تكون سياسيه ولا رياضيه، صراحه يعني عندهم كواليتي شباب بزاف، يعني باعتراف من طرف شخص يشجع العدو اللذوذ لهذا النادي، يعني عدو اللذوذ كي نقولوا الرجاء نقولوا الوداد، يعني هو العدو اللذوذ تاع الرجاء، وكي نقولوا الاتحاد العاصمه مولود الجزائر وهو العدو اللذوذ تاع الاتحاد العاصمه. والله برافو برافو، هذا كرد على الافريقيين اللي داروا الكولسه هذه في تونس. انا ماشي نقول في تونس، نقول الافريقيين، لا ما علينا منو، احنا كذلك افريقيين. نروحوا نخرجوا من الملعب، نروحوا الى اجواء اخرى في الشوارع، شوارع كازابلونكا، نتمنى اني راح نزورها في يوم من الايام، قولوا امين، قولوا ان شاء الله تزورها، يعني نشوفوا الاحتفالات تاع الجماهير ونشوفوا ردود افعال هذا الجماهير. يعني تاكسي بالاحمر، العلم حمراء، يعني ليله حمراء في هذا الشوارع. لقب البطولة من أصعب الألقاب في كل الأدوار، يعني في كل دوريات العالم، لقب بطولة يعني كي تقول الفريق هذا حاز على لقب البطولة، عرف بلي أنه هذا الفريق يعني
ضربت مارة كبيرة باللهجة المغربية، يعني طاح ناض خسر تعادل، يعني سسبانس كبير بزاف باش تفوز بالبطولة. يعني ما عدا فريق باريس سان جيرمان كيكون فايت بزاف الترتيب، يعني في بعض الأحيان تكون البطولة سهلة، ولكن جينيرالمون لقب البطولة هو اللقب اللي يتطلب أكبر عدد من الفوز وأكبر عدد من المباريات اللي تلعب. يعني هذا هو الفارق اللي بين البطولة والكأس، لقب الكأس. يعني البطولة راهي صعيبة على الكأس بصراحة. يعني شوف الاحتفال، يعني تكدت ترى شيء بسبب الألعاب المالية، ليلة العيد أو بيت الفطر. ألعاب مالية بقوة، اللون الأحمر بقوة والآخر. شوف نساء رجال صغار كبار، تغني الحاجة، الحاجة راهي تغني مع الزوج تاعها. شوف سبحان الله العظيم. راه عايش الدور هذا الانسان، راه عايش اللحظة، راه عايش اللحظة كما يجب. الأغنية نفسها اللي كانت تدور في ملعب دونور. يعني سقسيو علينا في المدن، اللي تعجبك سيكو مالغري العدد الكبير تاع الجماهير المتواجده في الشوارع ومالغري توفر الالعاب الناريه اكسترا، ولكن ما كانش الشغب. هذا يدل فانه يدل على حضاره هذا الشعب وحضاره هذا المشجعين بصراحه. يعني ما كانش عنف، ما كانش شغب، ما كانش امور سلبيه، وهذا الشيء يحسب لجماهير الفريق هذا، ونحيوه ونوجه له تحيه من الجزائر صراحه، والف مبروك على التتويج يعني بصراحه. شوف الالوان كامل احمر اصفر. التاهل اللي تاهلت الوداد كيستحقوه، كيستحقوا على جداره واستحقاق. كيف تتشوف المباراه؟ كيف دازت اليوم؟ دازت مباراه قويه بزاف، وهنا كتبين على هذيك الحقره اللي تحقروا في كاس العصبه الافريقيه. هنا فين خصك، هنا فين غيبان الفريق، هنا فين بان بالقوه ديالو. كل شيء يعني كل ودادي راه نوعا ما مجروح بسبب هذا الظلم، يعني ظلم الفار في نهائي كأس الكاف، يعني كأس تشامبيونز ليغ. ومازال يمكن ليه يزيد في دوزيميتر، هما بحال بالمعنى بحال تكيسوا على الفريق. او بون كوراج الوداد، حنايا فرحانين بهذه البطوله 20 الحمد لله. ما تعذبناش بزاف، تعذبوا الاخرين اللي تعذبوا بزاف وما عارفين راسهم. مبروك بطوله 20 وجوج جمعات، وكنقولوا للفيفا من هنا والفيفا والكاف، حنا ما غاديش نسمحوا في الشامبيونز ليغ. يعني يز انسيست سيغ الشامبيونز ليغ، وهذا يدل فانه يدل على ظلم عاشوا كاع الفريق، عاشوا كاع العائله تاع الفريق هذا، ماشي غير اللاعبين فقط ولا الطاقم اللي كان ولا الفريق اللي كان حاضر في هذاك الملعب ولا الجماهير اللي كانت حاضره في هذاك الملعب، وانما كاع الوداديين عاشوا الظلم هذا، ويعني تقريبا كاع المغاربه عاشوا هذا الظلم، حتى الجزائريين عاشوا مع هذا الظلم. يعني شكرا، احنا فرحانين فرحانين بطوله 20 وعيد مبارك سعيد، وان شاء الله غدا انونسيو لنا الشامبيونز ليغ، الفار اخو يديروا معنا شي حل ان شاء الله. نتمنوا الخير، علاش لا؟ احنا ماذا بينا الامور كلها تكون لصالح الفريق المظلوم وفريق الوداد، وان شاء الله ربي يبين الحق ويبعد الباطل، يبطل الباطل. وان شاء الله خواتي خواتاتي تكونوا فرحتوا بالعيد وزدتوا فرحتوا باللقب تاع الوداد، وما تنساوش ديروا لايك وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو هذه ماكسيموم. الف مبروك للوداديين اللي تابعوا زينو ماتش ديال، الف مبروك لنادي الوداد. يعني بصراحه لقب يكون مستحق بسبب يعني الاداء الثابت والمتواصل الايجابي في البطوله المغربيه هذا الموسم. نادي الوداد نادي كبير غني على التعريف صراحه، شيء يعني مفروغ منه هذا الامور اللي راني نقول فيها. ما تنساوش خاوتي ديروا لايك بارطاجيو لا فيديو هذه، وتحياتي لكاع الوداديين مره اخرى. صحة عيدكم وعيدكم الصحه ولهنا وعواشركم مباركه، ما تنساوش العائله وما تنساوش كلوا غير بالعقل الكاطو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بيس اوت.
خسارة خليتي قلبينا مكسور شربتك كاس حاولت أنا باش ننساها ما نسيتك أنا ما زال سارح في وار بيبا في بالي راكي صباها بيبلك برقش دي